صباح الخير عليكم، كيف صبحتم؟ مزيانين، اموركم طيبه، كل شيء بخير. كنتمنى انكم تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. دونك اجوردي سي لو 4ييم جو ديال رمضان. دونك هنا كيف ما كتشوفوا اختكم في التاكسي هابطه للرينكول حيت عندي الكور في ليكول. ملي غادي نسالي غادي نرجع للكابيني، غادي نسالي مع لي باسيون الخدمه، ومن بعد غادي نديكم معايا بور دو نوفيل كونسلطاسيون ا دوميسيل. ملي غادي نساليهم غادي نتلاقاكم جميع في المطبخ باش نبارطاجي معكم الفطور والسحور ديال اليوم. اذا بلا ما نطول عليكم يلا غنبداو. قبل ما ندوز نوجد معكم الفطور ديال اليوم غادي نبارطاجي معكم بعض المشتريات البسيطه اللي خديتها للمطبخ ديالي. دونك هنا كيف ما كتشوفوا خديت هاد السيليكون هادي والثمن ديالها 20 درهم. خديت هاد لو ميكسور هذا لا مارك لا ماكوم والثمن ديالو 180 درهم. خديت هاد الطويسات هادي اللي غادي نوجد فيها تحليات متنوعه، غادي نبارطاجي معكم المقادير ديالها في الفلوغات اللي مجا. شوفوا معايا لا الشكل ولا اللون ديالهم شحال حليل وبزاف. الثمن ديال كل طاسه 7 دراهم الوحده. واخر حاجه هاد الطويسات هادو، دونك خديت وحده في لو فيغ واخرى في لورونج، حيت عندي واحد الطاسه اللي كتجمع ما بين هاد لي دو كولور بجوج. دونك الثمن ديال كل طاسه 7 دراهم الوحده ايضا. دونك وحده غادي نعمل فيها التمر والكرموس، واخرى غادي نعمل فيها يا اما الشباكيه يا اما البروكات د الدجاج يا اما البروكات د الجبن يا اما القرينطه د الروز، على حسب شنو غادي يكون عندي متوفر في ديك اللحظه. دونك هادشي اون سكي كونسيرن المشتريات ديال المطبخ، واللي باقي فقط السخره الاسبوعيه. ودابا غادي ندوز باش غادي نوجد معكم عصير منزلي، واللي غادي نحتاجو فيه 3 ديال المكونات فقط. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو واحد الدجينه اولا واحد البرتقاله، نصف حامضه، واحد البنانه، ساشي ديال الفاني، كاس كبير ديال الماء. دونك حتى غادي يعمر لي هذا الكاس ديال الميكسور. بالنسبه للكميه فهاد الكميه لشخص واحد،
الا كانوا عندكم عدد الاشخاص بزاف فمقادير هذه الوصفه بطبيعه الحال كتبدل. دونك هنا غادي نعصر معكم هذه الليمونه، غادي نضيف عليها الماء، غادي نقطع معكم اولا غادي نقشر معكم التشينه، غادي نقطع البنانه، غادي نعمل كل شيء في الكاس ديال الميكسر، غادي نضيف الساشي ديال الفاني. بالنسبه للسكر فما عملتوش، اكتفيت فقط بهاد الساشي ديال الفاني. بالنسبه للناس اللي كيبغيو السكر فالسكر حسب الذوق. دونك غادي نخلط كل شيء مع بعض ونتلاقاكم بعد لحظات. المغرب ما باقي لا والو، تاذنت بالضبط باقي لنا نص ساعه. خليت الطبق الرئيسي بالعاني هو الاخر باش كوم سنكون المكرونه ديالي سخونه. هنا كيف ما كتشوفوا عندي الطاسه ديال المكرونه، غادي نضيف الجبن المحكوك مع لاصوص بلونش، غادي نحرك كلشي مع بعض. من بعد في هذه الطاسه عندي النص ديال الفلفله خضراء، النص ديال الفلفله حمراء مع نصف بصله بيضاء حتى هي غادي نضيفها على الخليط. عندي تما جوج بيضات غادي نحكهم، عندي تما الكويرات ديال الكبسه اللي كنت ديجا قليتهم في الزيت مع ربعه الفصوص ديال الثوم، شويه ديال الملح، شويه ديال الكمون. المهم غادي نحرك كل شيء مع بعض. بعد ما فطرت ولله الحمد، دونك غادي ندوز باش غادي نوجد اون تيزان، حيت صراحه هاد لا جورني هادي كانت تري برودكتيف. نهار كامل وانا واقفه الراس ديالي كيحرقني، الكوارع ديالي كيتقطعوا لي بالحريق، قلت مع راسي شنو غادي نعمل، راه نوجد اون تيزان ونجلس نتفرج المسلسل اللي كنتبعو. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوني منين خديت هاد لا تيزان، خديتها من سوبر مارشي. شحال الثمن ديالها صراحه ما عقلتش، حيت خديتها مع بزاف ديال الحويجات كانوا ناقصيني في الدار.
عرفتوا اخوتي ملي شربت ديك لا تيزان فريمون ترخيت ونعس وما حسيتش براسي فين انا بالضبط. تقريبا ساعتين وانا نعسه. ملي نوض عاد غسلت ديك القشيعه ديال الفطور، ودابا غادي ندوز باش غادي نوجد معكم السحور. دونك هنا غادي نبارطاجي معكم المقادير ديال واحد السمودي صحي فريمون كيجي لذيذ بزاف وكيجي فحال عصيري بالضبط. انا غادي نعملو باللبن باش قمصه غادي يجي فحال عصير، غادي يجي شويوش خاطر. بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش اللبن وما عندهمش معاه يعملوه بالحليب يكون كريمي، سينو الا عملتوه بالحليب عادي غادي يجيكم شويه جاري. دونك بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو الفريز، دونك هنايا هاد الفريز هادي كنت ديجا قطعتها ومثلت 3 ديال المعالق ديال السكر وخليتها تعسل. كذلك بالنسبه للفاكهه التوت الازرق غسلتها وعملت 3 ديال المعالق ديال السكر ايضا. حيت في الفيديو غادي تشوفوا بلي ما عملتش السكر، بتاتا اكتفيت فقط بساشي ديال الفاني حيت بركه ديك 3 المعالقات في كل فاكهه. دونك 3 في 3 راه 6 المعالق وبزاف عاد. دونك المهم غادي نعمل الفريز، غادي نعمل التوت الازرق، غادي نعمل 4 المعالق ديال لا كريم فريش، غادي نعمل الساشي ديال الفاني والسيترو ديال اللبن. غادي نعمل كلشي في الميكسر وغادي نحرك كلشي مع بعض. دابا غادي ندوز باش غادي نوجد معكم الطبيله ديال المتواضعه ديال السحور. دونك هنا كيف ما كتشوفوا غادي نزل لاباش كيري، الكميره قطعت على شكل دوائر، كويس ديال الماء مع 3 ديال التمرات، السموذي اللي بارطاجيت معكم المقادير ديالو من قبل صراحه كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وتبارطاجيو معايا الاراء ديالكم في التعليقات اسفل هذا الفيديو. وبالتالي غادي نكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا فيه. نلقاكم باذن الله تعالى في فلوق جديد. تهلاو في راسكم، كنحمق عليكم، رمضانكم كريم، السلام عليكم.